تنفيذ
نفس التمويل المشاريع يكون هناك الخبرة والعلم الاستشارة الدائمة. هذا الثلاثي إذا غاب عنه واحد لا يمكن أن تكون هناك يعني تنمية ولا تزكية. لكل تنمية لا بد من تزكية يعني. لا بد أن يكون هناك تنمية وتزكية. فأنا أعطي مثال. مرة الله سبحانه وتعالى يعني أعطاني فرصة أن شاركت في مشروع من أهم المشاريع في بلاد المسلمين، وهو حين كانت هناك كثير من الضحايا في الحج، فكان هناك مشروع لتحويل مشروع الجمرات الذي الآن تحول إلى 4 كروات. المسؤول عن المشروع درس في ألمانيا وكان عنده خلفية يعني لهذا الثلاثي الذهبي، فأخذ المسؤولين على مستوى الوطن على مستوى الدولي، كل المسؤولين الذين يهمهم هذا المشروع طريق الحج والمشاكل والمرور كل الكبار المستويات، وأخذهم إلى ألمانيا لكي يشاركوا فيما يسمى الورشة في هذا الثلاثي الذهبي. وكان في ذاك الوقت إعداد لكرة القدم كرة القدم يعني كأس العالمي لكرة القدم في ألمانيا، وكان الثلاثي موجود هنا، فقال لهم انظروا انظروا كيف هؤلاء يشتغلون لأي شيء للكرة واللعب ونحن نشتغل للحج. ففي الحقيقة في الورشة الأولى ورشة 13 ورشة في 6 سنين، الثانية الثالثة صار كل المسؤولين في البداية كما نعرف في كل بلادنا كل مسؤول يتصور أنه أكثر من الآخر، فصاروا متأخرين ومتكاملين وانتهى المشروع بشكل كبير جدا كما تلاحظون، انتهت قضية الضحايا في قضية الناس. فقضية الأمر لهذا أنا حبيت أن أعطي هذا المثال لبلد من مثل بلاد موجود في كل البلاد التي سموها الشاملة، وتفرض علينا أن ننظر إلى الحلول كذلك بشمول. ونحن نبدأ بأنفسنا، نحن الأساتذة الباحثين مثلا أن نكون في مستوى البحث. أنا لا أريد أن أتكلم على تجربتي مع كثير من الطلبة في الميدان الذي أعمل فيه أو في الميادين، نحن نعرف بعضنا البعض. الحقيقة لا بد أن نرفع من مستوانا ونحن نطلب بجوانب الحل الشامل الأخرى. نشكر أستاذ أبو عيال على هذه الكلمة الختامية، ونشكر حضور الكريم على صدره معنا وسعة صدره. فإن كان أحد ما يريد التدخل ككلمة ختامية أو أستاذ المحاضر يمكن له أيضا أن يلقي آخر كلامه لنختم الاجتماع. شكرا. بهذا نختم جلستنا، نشكركم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.